لأنه المدونة ديال الأسرة يجب أن نكون واضحين جدا. مدونة الأسرة هي باختصاص الآن للجنة التي عينها جلالة الملك. حينما سوف تنتهي هذه اللجنة من الاستشارات ديالها والعمل اللي غادي تقوم به، سوف ترفع إلى الرئيس السديد ديال صاحب الجلالة المخرجات ديالها. قريب نحن هيئنا لجنة ستستغل بجانبنا وبجانب اللجنة ككل، وهيئنا تصور للعمل، وسنبتدئ ابتداءً من الأسبوع المقبل الاستماع إلى بعض الهيئات الرسمية، ثم سنستمع بعد ذلك إلى الهيئات الأخرى. في الحقيقة نريد أن نفتح المجتمع وفقاً لتعليمات وتوجيهات جلالة الملك. هذه اللجنة لجنة مطلوب منها أن تنصف المرأة المغربية. وفجأة المغرب ولا كيتكلم على مدونة الأسرة أسرة، وبزاف ديال المغاربة غيبداو يعلقوا شنو هو الرأي ديالهم، وغادي يخرجوا كذلك للشوارع غيتكلموا على الرأي ديالهم بالنسبة لمدونة الأسرة. فالبعض منهم شنو قال؟ البعض منهم قال على أن مدونة الأسرة غتكون لصالح المرأة، والبعض منهم قال أنها غتكون لصالح الرجل، ولكن الغالب ديال الناس قالوا على أنها غادي تكون في مصلحة المرأة. علاش؟ أنها غتعطيها بزاف ديال الحقوق، ولحد الآن مازال كيرتبوا في المدونة، ومازال ما تطرأتش شي أخبار اللي هي رسمية على الأحداث اللي غادي توقع وعلى التغييرات اللي غادي توقع. غير بعض الناس كيتكلموا على هذا الموضوع بشكل رائج في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيقولوا لأن المرأة غادي تولي لها واحد نسبة كثيرة ونسبة كبيرة من الحقوق. والبعض منا قال على أن هاد الحقوق اللي غادي تعطى للمرأة فغادي تحاول لأنها تخلي المرأة هي اللي متحكمة في العلاقة الزوجية. والبعض شنو قال؟ البعض قال على أن إلا كنا احنا غادي تكون هاد المدونة بهذا الشكل، ولا تكون التغييرات بهذا الشكل، فالراجل غادي يولي يخاف اللي يتزوج. علاش؟ أنه غادي يخاف من الضغوطات ديال المرأة ديالو اللي كتحدث عليه. والبعض قال شنو؟ إلا مثلا وقع واحد العلاقة ديال الفراق ما بين الزوج والزوجة، فشكون غتكون الغاية؟ غيتكون على ان انت ملي غتفارق مع الزوجه ديالك وغتكون خدام بواحد الصالير كيقدر مثلا بواحد نسبه 5000 درهم، فالنسبه ديال الصالير ديالك اللي هي النسبه ديالها اللي هي 20%، فمثلا 5000 درهم فالنسبه ديالها هي 20000 ريال، هي 1000 درهم. فهاد النسبه غادي تمشي جزء منها للمراه ديالك اللي طلقتي انت وياها واللي مازال انت وياها في المحكمه. ولكن المشكل هنا هو انك بدون العلم ديالك في الفلوس ديالك غادي تمشي من لاسوكس اي من المصدر، هذه النسبه غادي تمشي للمراه ديالك ولا الزوجه ديالك باش انها تقضي بها حاجياتها. ومن واحد جهه ولا من واحد ناحيه، فان المراه ملي كتكون مطلقه ولا ملي كتكون في واحد العلاقه منفصله مع الراجل فكتحتاج بزاف ديال الفلوس، والبعض كيقول على ان هذه النسبه غادي تكون كثيره وغادي تكون مضره للراجل. نقراو بعض التعارق على الفيسبوك الناس شنو قالوا الرأي ديالهم وشنو قالوا على هذا التغيير. بعض الناس علقوا على أن وزير العدل يجب أن يكون عالم حافظ لكتاب الله حافظ لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون تافه ماشي يكون تافه ويتحدث في الشؤون العامة. يوسف كيقول مزيان مزيان من اللي فهمت راسك، إيوا سير تكمش وملكنا نصره الله راه فايت جاوبك في خطابه إن لا نقاش في قوانين اللي مذكورة في آيات القرآنية إنها قطعية لا تناقش ولن تناقش ولن تتغير، إيوا بقى السوابي حتى تجيبها في راسك، جاو وزراء قبل منك ومشاو في حالهم، هانتا قلتيها أمير المؤمنين يعني لن يرضى أن تغير قوانين جاءت في نصوص قرآنية، سير خاف الله ما تقولش عليك ما تقلش عليك الذنوب باش تلقى الخالق ديالك. رضوان كيقول الملك قد حسم موقفه بشكل صريح في آخر خطاب له حين صرح بأنه لا يحل ما حرم الله ولا يحرم ما حل الله، وهذا دليل على ثبات مواقفه بالرغم من ضغوط صندوق النقد الدولي والمنظمات النسوية على المغرب وعلى جميع الدول العربية والإفريقية. أصدقاء أتمنى أن هادو كانوا بعض الآراء ديال بعض الناس في فيسبوك. إذا كانوا كيعجبوك حال هاد الفيديوهات وبغيتيني نبقى نطول فيهم ونذكر لكم الديتاي والتفاصيل، شارك معايا فلاشين ودير شي كومونتير يكون زوين، وحتى انت عطينا الرأي ديالك على هاد المدونة وشنو هما الأبعاد ديالك اللي تقدر تشوفهم على أول التغييرات اللي قدر تقول على أنهم يقدروا يقعوا. اشترك معي فلاشين وإن شاء الله ودري في فيديو جديد.